أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الكمبيوتر. إحنا في حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الأدوات اللي محتاجها المصمم الإعلانات أو البوسترات، أدوات مهمة جدا محتاجها للي بيصمم الجرافيكس أو بيصمم البوسترات بتاعتنا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إيه؟ هنتكلم فيها طبعا عن الألوان. الألوان هي حاجة مهمة جدا في حياتنا، سواء اختيار الألوان للبوسترات، وأنا جايبة بوسترات معايا، إزاي إن أنا أختار اللون بتاع البوستر. مشكلتنا الأساسية في مصممين الإعلانات إن هم بيضيعوا وقت كتير جدا إن هو يختار الألوان اللي بتكون ماتشنج مع بعضيها أو الألوان المتجانسة مع بعضيها. سؤال حلقة النهاردة كان بيسألوني، أنا شاطر جدا، مصمم شاطر جدا، بستخدم فوتوشوب، بستخدم إليستريتور، بستخدم برامج كتيرة جدا، بس بيبقى عندي مشكلة في ذوق أو في اختيار الألوان بتاعتنا. أنا جاي النهاردة أحكي لكم إن إحنا إزاي نختار الألوان المتجانسة طبعا مع بعضيها مع طبيعة الشغل بتاعنا، البوستر بتاعنا. طبعا الالوان ما بتكونش بس في البوسترز، الالوان كمان زي ما قلت لكم بتكون في النشرات، في المطبوعات، ده اهم كمان حاجه انا جايبه لكم معايا كمان، الالوان الموجوده في السكارف. حتى الالوان اللي موجوده في المطبوعات على القماش او على السكارف، ازاي نختار الالوان الماتشنج مع بعضيها. جبت لكم 2 سكارف مليانين كميه الوان كتيره جدا، اكتر من 4 5 الوان، بس المهم ان احنا ازاي نختار ال4 5 الوان متناسقين مع بعضيهم. طبعا مفيش حد بيخرج وهو لابس الالوان كلها مش لايقه على بعضيها، لازم واحنا بنفكر بنختار لبسنا نشوف ايه الالوان اللي هتكون ماتشنج مع بعضيها. طيب كل الالوان تليق مع بعضيها، بس المشكله هو اختيار انهي درجه لون تليق مع انهي درجه لون. جبت لكم زي ما قلت لكم انا جايبه لون، اللون ما اعرفش ممكن تقولوا عليه هو ازرق او بنقول عليه جرين، لايق عليه كمان ازاي الاورنج، لايق عليه البراون، لايق عليه كمان اليالو، يعني عباره عن السكارف دوت في 4 5 الوان لايقه على بعضيها. نفس القصه جايبه لكم لون تاني برضو، السكارف التاني هو لونه البيربل مع لون الجرين مع لون الاورنج مع لون البينك، كم الوان كتيره جدا مع بعضيها، بس برضو الالوان لايقه مع بعضيها. يبقى الفكره كلها دلوقتي ان احنا ازاي نختار الالوان، سواء بنطبع على الهدوم، الالوان ازاي بنعمل البوسترز بتاعتنا، الالوان في حياتنا كلها. يبقى حلقه النهارده هنتكلم فيها، انا مصمم اعلان شاطر بس عايز اعرف ازاي اختار الالوان المتجانسه مع بعضيها. دلوقتي بقى هنتكلم عن حاجه اسمها Cool Color Tools for Designer. نبتدي نشوف مين فينا دلوقتي دايما بيعمل اعلان بس مشكلته الاساسية هو ازاي يختار الخلفية بتاعته، هو ازاي يختار خلفية المنتج بتاعه. جبت لكم اعلان، حد مصمم اعلان على فوتوشوب بيعمل اعلان عن مشروب من المشروبات، وفي اعلان تاني طبعا عن بيتقال عليه بيزنس كارد، كارت بيزنس كارد، وهنا اعلان عن نشرات من نشرات الأدوية أو الدكاترة، والتاني أنا عندي هنا إعلان حريمي شوية أو إعلان عن منتجات حريمي. يبقى أنا جايب لكم 4 5 إعلانات، مشكلتنا الأساسية هو إحنا إزاي نختار الألوان الماتشنج مع بعضيها أو الألوان اللايقة على بعضيها. تعالوا نبتدي نشوف. أول حاجة قبل ما أشرح القصة دي لازم أتكلم عن حاجة مهمة جدا، بما إننا جينا للقصة دي هو إحنا إزاي نختار الألوان المناسبة للتصميم بتاعنا. قبل ما ابتدي اختار ازاي الالوان المناسبه للتصميم، حد سالني حاجه مهمه جدا، هو انا ينفع انزل اعلانات او بوسترات من الانترنت وتكون PSD layers؟ PSD layers معناها مفكوكه، مفكوكه يعني فيها الالمنتس او فيها الكومبوننت اللي تساعدني ان انا اعمل الاعلان. جبت لكم ويب سايت، تعالوا نخش كده، هعمل زوم عشان نكتبه. يا ريت طبعا نحضر ورقه وقلم لاني محضرك له اكتر من 10 صفحات موجودين على الانترنت بتساعد مصممي الاعلانات والجرافيكس. الصفحات دي موجوده على الانترنت فور فري، يعني مش محتاج ان انت تنزلها على الكمبيوتر بتاعك. اول سؤال بيقول لي هو انا ينفع انزل بي اس دي لايرز على الكمبيوتر بتاعي؟ ينفع ان انا انزل صفحات اعلانيه مفكوكه لايرز على الصفحه بتاعتي؟ ايوه حضرتك، لو كتبت www.all-free-download.com، البيج ده انا هعمله على سكرين هكبره عشان بس اللي بينقله، لو كتبنا الويب سايت دي على الانترنت هنقدر ان احنا ننزل كميه اعلانات كتيره جدا مرفوعه على الانترنت فور فري ببلاش، وهي بي اس دي لايرز، فتساعدك ان انت تعرف ازاي تصمم الاعلان بتاعك. الصفحه دي بتنزلك كم هائل من المطبوعات والنشرات والبوسترات، تقدر ان انت تنزلهم على الكمبيوتر بتاعك وبالتالي تتعلم عليهم، تشوف الناس دي عملت البوسترز بتاعتها ازاي. وده فعلا ان انا عملته، نزلت 4 5 منتجات على الكمبيوتر وهبتدي اشتغل فيهم معاكم. يبقى السايت بتاعتنا هي all-free-download.com، هسيبها كام ثانيه على السكرين عشان الناس اللي بتنقلها، all-free-download.com
دي سايت مليانه كميه بوسترز انزلها الاكستنشن بتاعها بي اس دي معناها مفكوكه. طيب ده كان اول سؤال اللي سالوني، هو انت ازاي نزلتيها؟ اول ما بفتح، لان طبعا ما فيش انترنت هنا، اول ما فتحت البيج دي بيقول لك ايه الحاجات اللي انت عايز تعمل لها داونلود، ايه الاليمنتس اللي انت محتاجها في الاعلانات بتاعتك. باجي اقول له انا محتاج ايكونز او حاجات ليها علاقه بالفاشن، حاجات ليها علاقه بالورق، حاجات ليها علاقه بالموبايل، حاجات ليها علاقه بالفلاور، حاجات ليها علاقه بالانيمال. هلاقي كميه اليمنتس كتيره جدا اقدر ان انا اوظفها او استخدمها في الاعلان بتاعي. دي كان السايت اللي انا كنت منزله منها البوسترز بتاعتنا. بما ان جينا برضو للقصه دي، حد بيقول لي طب عندك سايت تاني اقدر انزل منه صور اللي هي بتكون الاليمنتس اللي هي بتكون الاساسيه اللي انا حطها في الاعلان بتاعي بس الاكستنشن بتاعها بي ان جي. هو يعني ايه بي ان جي؟ بي ان جي معناها ان تكون الخلفيه بتاعتها شفافه، معناها ان الاختيار بتاعها يكون سهل، معناها ان لو بعمل اعلان عن عربيات، منتجات عربيات، محتاجه ان انا انزل صور عن عربيات، محتاجه اعمل اعلان عن ساعه، محتاجه ان انا انزل اليمنتس ليها علاقه بالمنتج بتاعي. البيج دي فين؟ برضو اسيبها لكم. احنا بنكتب www.pngimg اللي هي معناها pngimage.com. يبقى احنا لو كتبنا www.pngimg.com الويب سايت دوت مليان كمية صور كتيرة جدا الاكستنشن بتاعها بي ان جي او الصور بتكون مفرغة. يبقى السايتين دول مهمين جدا لمصممي الاعلانات. اول واحد طبعا بلاقي فيه كمية ايكونز كتيرة جدا او اليمنتس للاعلان بتاعي، تاني واحد بنزل فيه كمية صور كتيرة جدا بتكون هاي ريزوليوشن والخلفية بتاعتها شفافة، طبعا بلاقي كمية اوبشنز كتيرة جدا. برضو فتحت لكم البي ان جي، خدت لكم سكرين شوت منهم، هينزل كمية صور كتيره جدا، وحتى كمان هو عاملهم لي كلاسيفيكيشن. طيب الناس بقى اللي حابين الرياضه، الناس اللي بيعملوا حاجات عن الرياضه محتاجين صور للاعبين بتاعتهم بس كمان تكون هاي ريزوليوشن. يعني انا بعمل اعلان عن حد رياضي او بعمل بوستر رياضي بس ما عندي مشكله ان انا ازاي انزل الصوره بتاعته وكمان تكون هاي كواليتي. ابتدي انزلها ازاي للاعبين بتوع الرياضه؟ بكتب www.footyrender.com، بكتب www.footyrender.com. الويب سايت دوت رافع كمية صور كتيرة جدا لكل لاعبي كرة القدم اللي موجودين في العالم كله، متقسمين طبعا كلاسيفيكيشن حسب البلد بتاعتنا وكل اللاعبين اللي موجودين. الاكستنشن بتاعت الصور دي بي ان جي، معناها ان هي مفرغة، معناها ان هي ترانسبيرنت، يعني سهلة ان انت تستعملها في الاعلان بتاعك او البوستر بتاعك. دول التلاتة ويب سايت علشان تنزل منهم الصور اللي انت بتكون محتاجها. طيب نرجع بقى لموضوع الحلقة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها ازاي نختار الالوان المتجانسة مع بعضيها، وكمان ما تكونش لونين او تلاتة او اربعة، ازاي ممكن اخلط اربع خمس الوان في نفس المطبوعة بتاعتي او في نفس السكارف بتاعي ويكون لايقين على بعض. قبل ما ابتدي القصة دي لازم هحكي حاجة صغيرة جدا. هبتدي ان انا احكي عن ايه دلوقتي؟ هحكي ان احنا هنتفرج على الفيديو الصغير ده، تعالوا نعمل بلاي عشان نشوف الالوان بتتكون من ايه. الفيديو هو بيعمل بلاي، انا هبتدي اشرح. بنقول ان احنا عندنا اساسيات الالوان بتاعتنا بتتكون من ثلاث الوان، الازرق والاصفر والاحمر، هم دول الالوان الاساسيين بتاعتنا. اما الثلاث الوان التانيين اللي هو البيربل والبيربل والجرين والبنفسج واليالو، الثلاثة الالوان التانية هي الالوان عندي اللي هي الالوان السكندري كالر. لما بنخطي الالوان دي كلها على بعضيها بتطلع لي باليتة الالوان اللي بتتكون من 12 لون. ال 12 لون موجودين على باليت الالوان او بنقول عليهم الكالر ويل، كلهم موجودين عندي. نبتدي بعد كده في مصطلح اسمه هيو، في مصطلح اسمه ساتوريشن، في مصطلح اسمه فاليو. الهيو معناها زاوية اللون او هو درجة اللون بتاعي. الهيو يعني انا بقول له الهيو معناها اسم اللون بتاعي، انا واقفة على اللون الاحمر اللي درجته 5، انا واقفة على اللون الاحمر اللي درجته 10، انا واقفة على اللون الازرق اللي درجته 150. ده المصطلح الهيو. الساتوريشن بيتقاس، معناها ان اللون بتاعي بيكون فيفيد، بيلمع لحد ما يبتدي ان هو يبهت شويه يبهت شويه يبهت شويه لحد ما يتقلب الى دي ساتوريت، يعني درجات الرمادي. اما الفاليو بتاع اللون معناها ان هدلق عليه لون ابيض او هدلق عليه لون اسود. لو دلقت عليه لون ابيض هيبتدي ان هو يبقى فاتح، دلقت عليه لون اسود هيبتدي ان يكون اللون غامق. يبقى الثلاث مصطلحات الاساسيين هم هيو والساتوريشن والفاليو.
بيقول لك دلوقتي كمان احنا هنتكلم عن الالوان بتاعتنا. اتفقنا ان دايره الالوان بتتكون من 12 لون. ازاي نختار الالوان بتاعتنا؟ اول طريقه بنختار حاجه اسمها مونوكروماتيك. مونوكروماتيك زي ما يكون في لبسنا، بختار الاحمر في الافتح في الافتح. ممكن البس جاكيت لونه ازرق والاشارب بتاعي يكون ازرق اغمق شويه، والبس الجينز بتاعي يكون ازرق فاتح. مونوكروماتيك يعني هو اللون بدرجاته، كلنا طبعا بنلبس في الواننا اللون بدرجاتها المختلفه. النظريه الثانيه بتقول الانجلوس كالرز اللي هي الالوان اللي جنب بعضيها، يعني انا ممكن البس الاحمر في الاغمق شويه في الاغمق شويه، يعني ممكن اختار او ممكن اختار الازرق مع الازرق الاغمق مع الاخضر، الثلاث الوان اللي جنب بعضيهم. ممكن اختار البنفسج في البنفسج الغامق في اللون البينك، برضو دي كل الالوان اللي جنب بعضيها. النظريه الثالثه بتقول البس الالوان عكس بعضيها، يعني انا هلبس الاصفر عكسه على طول اللون البنفسج، هلبس الازرق عكسه على طول اللون الاورنج، زي بالظبط الموجود في الاشارب بتاعنا. السكارف بتاعنا هتلاقوا ان هو لونه بنفسج، وهتلاقي الالوان اللي عكسها على طول هتلاقيها اللون اليالو. كمان بيقولي انت ممكن تختاري ثلاث الوان لايقين على بعضهم عن طريق المثلث المتساوي الاضلاع، يعني اللون الاورنج لايق معاه اليلو لايق معاه اللون البلو. بختار ثلاث الوان اللي هما بيكون بمثلث متساوي الاضلاع. هنا برضو بيحكي لك عن الالوان اللايقه لبعضيها، البنفسج مع اليلو مع اللون الجرين. هي دي كنا بنتكلم طبعا فيها عن الالوان بتاعتنا، فكل الالوان بتليق على بعضيها، بس المهم هي انهي درجه لايقه على بعضيها. برضو في النظريه الرابعه والاخيره اللي هو بنختار شكل الريكتانجل، اللي انا بختار البنفسج اللي لايق معاه هو الاصفر، اللي لايق معاه هو الاصفر الاغمق شويه، اللي لايق معاه اللون الازرق. دي نظريه المربع بتاعنا. يبقى حاجه مهمه جدا عشان نفهم الالوان لازم نبقى فاهمين ترتيب الالوان بتاعتنا او دايره الالوان بتاعتنا بتبتدي بلون ايه. دايره الالوان خلينا نركز فيها. اول حاجه انا عندي ببتدي الاحمر، الاورنج، اليالو، طبعا دي درجات اليالو، اليالو اليالو، لحد ما اخش عندي على الجرين، اخش عندي على السيان، ابتدي اخش عندي على البلو، ابتدي اخش على البلو، اخش بعد كده على الفايلوت، اخش بعد كده على البينك. طبعا البلو احنا كل الرجاله طبعا بلو بتقول ان هو ازرق بس طبعا في حاجه اسمها بيبي بلو اللي هو الازرق الفاتح شويه، في اللون اللي هو السيان الافتح منه شويه، ففي حتى الالوان كمان ليها اسامي. فدي دايره الالوان بتاعتنا لازم نكون فاهمينها علشان نختار الالوان بتاعتنا. طيب حد هيسالني سؤال مهم جدا واللي انا مجهزاه، طيب هو انا ازاي اختار برضو الالوان المتجانسه مع بعضيها لو انا مش شاطره في الالوان، لو انا مش شاطره هو ايه اللون اللي عكسه على طول؟ لان زي ما قلت لكم هو اللون الاحمر مش درجه واحده ولا الاورنج درجه واحده. جايبه لكم حاجات سهله تخليكم تستعملوها في الاعلانات بتاعتكم. على الانترنت ايه بقى اللي موجود عندي؟ في حاجه اسمها كالر كالكوليتر. برنامج كالر كالكوليتر دوت بكتب www.sessions.edu.colorcalculator، بيجيب لي آلة حاسبة انت بتختار اللون اللي عجبك وهو يقول لك ايه اللون اللي لايق عليه. انا بختار درجة اللون اللي موجودة في البوستر بتاعي، يعني انا بقول له الاعلان دوت اللون الازرق دوت ايه اللي يليق عليه، الاسترابة دي او ايه اللون اللي يليق عليه، يديني 3 4 اختيارات وانا بعد كده اكتب الرقم ده في الفوتوشوب الاقي الالوان ماتشنج مع بعضيها. اسهل من ان انا اقعد جنب العميل واجرب هو الازرق ده احلى ولا البني احلى ولا الاخضر احلى. بسهل على نفسي وانا بصمم الاعلان. زي ما قلت لكم مشكله الاعلان ان انا اختار الالوان. طيب يبقى انا هكتب، وفي كمان برنامج تاني اسمه www.colorhacks.com، سايباهم على السكرين شويه عشان تنقلوهم. حد بيقول لي انا هستعملهم ازاي؟ هتستعملهم ازاي؟ هنا الكالر كالكوليتر انا فتحته لكم على الانترنت، بيقول لي اختاري اللون اللي يعجبك، واول ما اختار اللون اللي بيعجبني بيجي لي بالهكس، بالهكس ديسمال اللي هو الهكس ديسمال يعني الست ارقام او الحروف اللي موجودين هنا. انا اخترت اللون الاصفر. اللون الاصفر ايه اللي هيليق عليه؟ بيقول لي عايزه في انهي حاله من الحالات اللي انا شرحتها اللي هي نظريات الالوان، هل اللون والنقيض بتاعه ولا اللون والقريب منه ولا اللون والمثلث متساوي الاضلاع ولا اللون والريكتانجل، نظريه الريكتانجل. هو بيسهل عليا كل النظريات الصعبه اللي انا كنت بحكي عنها. انا دوست على اللون وقلت له لو سمحت اختار لي الالوان الماتشنج معاها. بيقول لي واخترت انهي نظريه؟ هو رسم لي النظريات بتاعتي، انا عايزه اللون وانهي لونين تانيين لايقين عليهم في دايره الالوان، يعني المثلث المتساوي الاضلاع. بيقول لي ان اللون اليالو ده اللون الاصفر لايق معاه اللون البنفسج، لايق معاه اللون الاخضر شويه.
لو بصينا زي ما جبت لكم السكارف بالظبط وانا جاي اختار الالوان، انا اخترت اللون الازرق دوت، ادي اللون الازرق اللي موجود على السكرين، قلت له دلوقتي لايق معايا لون تاني، فهو طلع لي اليالو اللي موجود في اللون الاصفر، وكمان طلع لي لون البنفسج اللي موجود عندي، يبقى هو اختار لي الثلاث الوان اللي هتكون لايقه. طيب الثلاث الوان اللي هتكون لايقه دي انا بكتبهم فين؟ انت بتاخد الرقم ده كوبي وتروح لازقه في الفوتوشوب. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنقل على الفوتوشوب بما ان احنا عاملين الاعلان، وتعالوا اهو نختار اللون. بختار اللون اللي يعجبني ازاي؟ بنقل اللون اللي الكالكوليتر قالهولي واروح حطاه هنا اهو زي ما هيقولهولي، طبعا انا مش ناقلاه دلوقتي، بكتب مثلا بيكتب واحد اي اس كذا، بيكتب الرقم بتاعه اللون، الحروف اللي هو قايل لي عليها، واول ما اكتب الارقام بتاعه الالوان بتاعتي هيطلع اللون. زي ما قلت لكم كده كل لون بختاره هنا ليه الهكس ديسمال اللي هو ست حروف او ست ارقام، الكمبيوتر بيقول لي هو ده الرقم اللي لايق عليه. يبقى نرجع تاني على البرزنتيشن بتاعتنا. يبقى انا عندي الالوان بجيبها ازاي؟ الالوان انا هقفل بس البيج ده وارجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا. انا بختار اللون، انا ببك اللون من دايره الالوان، هو بيقول لي دي الالوان اللايقه، باخد الكود ده واخده كوبي واحطه في الفوتوشوب، يقول لي هو اللون ده اللي لايق واللون ده اللي لايق، بقى كده اسهل بدل ما انا اجرب. طيب زي ما قلت لكم ارجع تاني سايبالكم الويب سايت اللي موجود فوق، يبقى انا بكتب www.sessions.education اللي هو الكالر كالكوليتر، اداه مهمه في اختيار الالوان. دي كان سهلت عليا جدا ان انا اختار اللون بتاعي. زي ما قلت لكم كده انا قلت له انا عايز الالوان الاخضر ده، هنزل الصبح لابسه اخضر، هعمل ديزاين لونه اخضر، ايه اللي لايق معايا؟ لون الحيطه بتاعتي لونها اخضر، ايه اللي لايق معاها؟ بيقول لي اللون الاخضر اللي هو الدرجه دي، انا محدده طبعا الدرجه اللي انا عايزاها، بيقول لي تليق معاها اللي قصادها على طول درجه الموف الدرجه دي. تعالوا نشوف كده على السكرين لاقينا على بعض. فعلا هتلاقونا ساعات كتير جدا بنلبس اللون البنفسج دوت مع اللون الاخضر دوت، بنلاقيها طبعا في الستاير بتاعه الولاد في اوض الاطفال، بنلاقيها في الحضانه بتاعتنا لو عايزين الوان فريش بنخليها في الاعلانات بتاعتنا، هنلاقي اللون البنفسج هو لايق مع اللون الاخضر. يبقى انا وانا على حسب ما بصمم المطبوعه بتاعتي بصممها زي لحضانه، محتاج الوان فريش، عجبني اللون الاخضر، هي دي الدرجه اللايقه معايا. زي ما قلت لكم الكود نمبر ده فين؟ باخد كوبي من الكود دوت واروح على برنامج الفوتوشوب او برنامج الالستريتور اللي انت شغال. حد بيقول لي انا بحطه فين؟ انا بحطه هنا، انا بحط اللون بتاعي في الحته دي. طيب حد هيقول لي سؤال مهم جدا، طب احنا بنشتغل طباعه، احنا بنعرف الالوان بالسي ام واي كي لان البرينتر بتفهم سي ام واي كي، عادي جدا انت لما تحط الكود نمبر اللي هنا هو هيقول لك هي تكويناتها عباره عن كام سيان وكام ماجنتا وكام يلو وكام بلاك، علشان البرينتر بتاعتك تفهم الالوان بتاعتك. طيب دي كانت الناس بتقول لي هو انا بشتغل بسيستم الالوان، انا بشتغل بحاجه اسمها هيكس ديسيمال، هي سهله في اختيار الالوان بتاعتنا. يلا نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا تاني. يبقى دي اداه من الادوات المهمه جدا للناس اللي بتشتغل المطبوعات بتاعتها. سامبل تانية زي ما قلت لكم، حد السؤال اللي كنت لسه سأله لكم دلوقتي، انا بعمل اعلانات بس على الويب بيجز، بعمل اعلان على الانترنت، وحد تاني بيقول لي انا بعمل اعلان للبرينتنج، لما بحب اطبع اتفقنا ان احنا بنستعمل سي ام واي كي، لما بعمل اعلانات للويب بيجز بنشتغل ار جي بي. البرنامج الكالر كالكوليتر انا هو مختار اللون بتاعي الاخضر، هو كتب لي الهكس ديسمال، اتفقنا الهكس ديسمال هي عباره عن حروف وارقام بتديني اللون بتاعي، لما بدوس بيقول لي اللون ده لايق عليه اللون ده، اللون ده لايق عليه اللون ده، وهو كمان بيدهوني لو انت حابب بالسي ام واي كي اللون ده عباره عن 0 سيان على 78 ماجنتا على 61 يلو على 0 بلاك، اخد برضو الارقام دي لو كتبتوها في السي ام واي كي هيجيب لكم الوان الطباعه. اما اللي بيشتغل ويب بيجز بيصمم اعلانات على الانترنت هيبتدي ان هو يكتب الارقام بتاعه الريد اند جرين اند بلو، يعني زي ما قلت لكم الكالر كالكوليتر بيسهل عليكم اختيار الالوان اللايقه على بعضيها. البرنامج اللي بعديه انا جايبه لكم طبعا سامبل تاني عشان تشوفوه، زي ما قلت لكم انا عايز اللون الجرين لايق عليه ايه في اللون ده، هو كاتب لي اللون ايه تكويناته وطبعا البنفسج ايه تكويناته. البرنامج التاني اللي شبهه على طول هسيبه على السكرين اسمه www.color-hex.com،
هسيبه لكم شويه على سكرين. ده اكزاكتلي ذا سيم زي الاولاني بالظبط. بيك اللون اللي عاجبك، بعد كده اوتوماتيك هو هيديك الالوان اللايقه على بعضيها. هتكتب الرقم بتاع الهكس ديسيمال فين، بكتبه جوه الفوتوشوب، بكتبه جوه الاستريتور، بكتبه جوه الافتر افكت، اي سوفت وير انت عايزه. خلاص انا قدرت اوصل للون اللي انا عايزاه. انا سبته شويه على سكرين عشان الناس تكتبه. تعالوا نشوف الطريقه بتاعته. هي نفس القصه، كالر هكسا، كالر هكسا. ابتدي ان اختار اللون بتاعي، هو بيقول لي ده الكود بتاعه. اوسع كتير جدا، انا ممكن اكتب الكود، اول ما اكتب الكود بتاع الرقم اوتوماتيك هيطلع لي هنا، وباجي اقول له ايه الالوان اللي ماتشنج مع بعضيها. هو هنا بيشرح لي، بيقول لي اللون اللي انت اخترتيه هو عباره عن كام ريد كام جرين كام بلو التكوينات بتاعته، او هو كام سيان تكويناته من السيان، وشارح طبعا تحت كل الارقام بتاعه الالوان. لو بيستعملوا بنظام سي ام واي كي، زيرو في السيان، الماجنتا 100، اليالو 1، البلاك كي، بكتب الارقام دي في السي ام واي كي. ارجع افكركم تاني في برنامج الفوتوشوب، بنكتب الارقام اللون اللي هو كان قايل لي عليه دلوقتي. اهو انا فاكره الرقم، هو كان قايل لي زيرو سيان. اوكي، هي الكيبورد عربي فالفوتوشوب نقلبه بس انجلش. تمام، الرقم اللي كان قايل لي هو قايل لي زيرو سيان، قال لي 100 ماجنتا، قال لي 1 يلو، قال لي 0 بلاك. هو فعلا الكالر اللي انا اخترته. لو بصينا هنلاقي الكود نمبر بتاعه EC0088، هو ده اللون. يا اما بتكونه عن طريق السي ام واي كي، او ان انت بتكتب حاجه اسمها هكس ديسيمال. كده انا سهلت على القصه دي. طيب نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا. يبقى احنا عندنا الهكس ديسيمال. كمان حاجه تانية، البرنامج مديك كل خلطه الالوان اللي لاقي على بعضيها، مش محتاج ان انت تتعب فيها. بيجي يقول لي اللون ده لو الكومبلمنتري اللي هو اللون النقيض قصاده، هيلاقي اللون البنفسج ده لايق مع درجه الاخضر دوت. لو الالوان القريبه على بعضيها، التلات الوان دول لايق على بعضيها، او التلات الوان دول لايق على بعضيهم، او التلات الوان دي في النظريه الثانيه لايقه على بعضيها، او الاربع الوان دول لايقين على بعضيها، او المونوكروماتيك اللون والخفيف بتاعه. يعني زي ما قلت لكم ان احنا ممكن نبتدي ان احنا نستخدم الالوان. افضل بقى حاجه مهمه جدا، واحنا جايين ان احنا نلبس الهدوم بتاعتنا، بلاش تكون عدد الالوان اكتر من اربع الوان، لان الموضوع هيبقى كتير جدا. بتكلم على لبس از توتال مش السكارف بتاعنا. يبقى واحنا بنلبس الالوان بتاعتنا، يفضل ان احنا يكون عدد الالوان اللي احنا لابسينها تكون ما تزيدش عن اربع الوان، لان بعد كده الدنيا هتبقى شويه اكسترا زياده. بعد طبعا السكارف ممكن يكون اكتر من لون، بس نهدي الالوان الموجوده عندنا. ده نمبر 1. طيب بالنسبه للاعلانات نفس القصه برضو، بلاش تكون فيها الوان كتيره جدا، وتكون فيها برضو اربع الوان. بالنسبه للفونتات اللي بيتكتب بيها برضو يكون ما يزيدش عن اربع فونتات. صعب جدا ان انا امسك مطبوعه والاقي فونت مختلف عن فونت عن فونت، كده هلاقي كميه الفونتات كتيره. برضو بالنسبه للالوان بلاش الالوان الكتيره جدا، الا لو البوستر بتاعي بيتعلق مثلا بالاطفال، خلاص يبقى هيبقى في الوان كتيره جدا. بيتعلق بشم نسيم برضو هيكون في الوان كتيره جدا، بس از نورمال اللي هيكونوا اربع الوان. كده احنا عرفنا ازاي نختار الالوان بتاعتنا او الفواتح بتاعتنا. ايه بقى اللي هنتكلم عليه تاني؟ السؤال رقم 2. حد بيقول لي انا ويب ديزاين، انا بعمل صفحات على الانترنت، وحابب ان انا عايز اعرف صفحه الانترنت دي الوانها هايله جدا، ممكن اعرف الالوان اللي هم استخدموها هي الوان ايه؟ يبقى انا عندي سؤال الحلقه دلوقتي التاني، بيسالوني لا انا مش جرافيك ديزاينر، انا بعمل صفحات على الانترنت، والصفحه بتاعه كذا عجبتني، هو ايه الالوان اللي هم استخدموها؟ ابتدي ان انا اعمل ايه؟ جبت لكم سامبل من الصفحات دي، ان انا بدوس عندي على البرنامج بتاعي اسمه ويب كالر داتا. نكتب كده اسمه، اسمه www.webcolordata، هي كلمه لازقه في بعضيها .com. ويب كالر داتا هي مهمه جدا، بتعمل لي ايه؟ الويب كالر داتا سايبه لكم طبعا هي فوق، هي بيقول لك اختار الصفحه بتاعت الانترنت اللي تعجبك، واحنا علينا نقول لك ايه الالوان اللي هم استخدموها. حد بيقول لي ازاي؟ تعالوا انا جبت كده، قلت لهم صفحه بتاعت البنترست، الاكونت بتاع البنترست، الاكونت بتاع الانستجرام، الانستجرام اللوجو بتاعهم هو مستخدم الازرق مع اللون البني، الالوان حلوه جدا مع بعضيها. احنا معلش احنا كده، يبقى احنا عندنا ويب كالر هو اللي احنا بنستخدمه. يبقى احنا في حلقه النهارده خلصنا بنتكلم عن الالوان اللايقه مع بعضيها، وهنكمل في الحلقه القادمه مجموعه من الادوات المهمه للجرافيك ديزاينر. وشكرا.